سلمت إنسان حرية إرادته لله، وقال له تصرف كيفما تشاء وإسلبني حرية إرادتي لكي أكون لك بجملتي. فلماذا يجد الإنسان صعوبات خلال جهاده ويعاني من ضعف الإرادة؟ هل يجب الانتظار أم لم يحن الوقت؟ اسلبني حرية إرادتي بكلية، تعبير يعني جايز يكون غير ممكن وغير مفيد. المفيد إن إرادتك تتفق مع إرادة الله، يعني تقول اجعل إرادتي هي إرادتك وإرادتك هي إرادتي. لكن تسلبني كل الحرية في الإرادة دي لا منطقيا معقولة ولا عمليا معقولة. إزاي الإنسان يسلب من كل حرية الإرادة بالجملة؟ يعني يعيش هيك بلا إرادة؟ مش معقول. إحنا بنصلي في الصلاة الربانية ونقول لتكن مشيئتك، يعني أن تكن إرادتك. كل شيء اسلبني كل حرية الإرادة. لأن لو سلب كل حرية الإرادة ما تبقاش إنسان. الإنسان يتميز بأنه مخلوق عاقل حر مريد. فإذا سلب الحرية ما يبقاش إنسان. لا تزال الحرية موجودة، بس أنت قول له خلي حرية إرادتي تتمشى مع إرادتك. خلي حرية إرادتي تتمشى مع إرادتك. ولذلك نحن نؤمن بما يسمى شركة الروح القدس. نقول محبة الله الآب ونعمة الدين الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس. شركة الروح القدس يعني تشترك مع الروح القدس في العمل، في الفكر، إلى آخره. لكن ما يكونش يجيب وجود خالص، ده مش معقول. يعني الكلام ده كلام اهو له مظهر روحيا لكن عمليا غير ممكن. مش ممكن ربنا يسلب حرية إرادتك بالكامل، متبقاش انت. لكن المهم ان حرية إرادتك تتمشى مع إرادة الله، بحيث إرادتك وإرادته تكون حاجة واحدة. ودي حتى من ضمن النواحي العقائدية اللي لما بيتكلموا اللاهوتيين عن طبيعة المسيح، لهم طبيعة بشرية وطبيعة لاهوتية والاثنين متحدين مع بعض في عقيدة في طبيعة واحدة. برضه بيسألوا على المشيئة، هل المسيح له مشيئتان أم مشيئة واحدة؟ برضه الإجابة إن مشيئته تكون هي مشيئة الآب. مشيئته تكون إيه؟ هي مشيئة الآب. فيقول الاثنين واحد في الاتجاه. لكن نقول ملهوش مشيئة خالص.